اهلا وسهلا فيكم من جديد وصباحكم مسك. اماني احلام تقول صباح الخير من المغرب، يسعد صباحك يا رب وصباح جميع اهلنا واحبابنا في المغرب وكل من هو خارج تركيا ويسمعنا، وابو الحسن ايضا صباح الخير من الشمال السوري. ناتي الى فقرتنا اليوم، وهي كان الاسبوع الماضي كنا سنتكلم عنها، وهي موضوع المتحورات الجديدة وسبل الوقاية منها. وبرحب بضيفنا الدكتور علاء الحاج حسن. يسعد صباحك دكتور علاء. أهلا صباح النور. أهلا أستاذي، صباح النور إلى كل جميع المشاهدين. الله يسعدك يا رب ويكرمك دكتور علاء. عم نتابع سوا جميعا والعالم يتابع، شوي بقلق شوي أحيانا باستهتار، موضوع الارتفاع الشديد في عدد الإصابات حول العالم بشكل عام وموضوع متحور أوميكرون. فبداية دكتور علاء، شو هي الطفرة اللي صارت على هذا المتحور؟ شو هي الطفرات وإلى أي مدى فعلا كانت للأخطر أم للأخف؟ أستاذي هلا نحن بمواجهة شيء، دائما الإنسان بيخشى من مواجهة المجهول. هلا هذا شيء مجهول، شيء لساته جديد، يعني فيروس الأوميكرون أو هو ما يسمى علميا كوفيد 2، هو من سلالة السارس، طبعا من سلالة الكورونا، وهن بالأساس كلياتهم من سلالة الفيروس السارس. فهو صار في انقسام بالنظرية تبعيته، انه عالم خوفت منه، عالم قالت لا انه هو فيروس خفيف وهش، لكن هو الخوف منه، سرعة انتشاره والطفرات اللي طلعت منه. يعني هلا فيروس السارز اللي هو الفيروس الاب او الام لهي المجموعة، هو بيحمل 3 طفرات جينية، اما هذا عم يحمل 32 طفرة جينية بتصيب النخاع، يعني بمعنى انه هذول على جدار الفيروس، هذول اللي بيقوي التصاقه بالخلايا، هذا اللي بيقوي سرعه انتشاره وبيعطي اعراض اكثر. دكتور علاء، 32 طفره اذا في متحور اوميكرون، وهي كانت احد الاسباب في سرعه انتشاره. لكن انت قلت الاعراض اكثر، هل حقيقه الاعراض اكثر ولا البعض يقول انه هي اعراض اخف من المتحورات؟ لذلك وهذا يمكن عم ينعكس انه عم نشوف اعداد الوفيات او اشغال المشافي لم ترتفع رغم ارتفاع اعداد الاصابات. هلا هو فيروس مثل فيروسات الانفلونزا، انا نحن نصنفه كاطباء مثل فيروسات الانفلونزا، كونه ما بيستدعي انه دخول مشفى، ما في تشكيل على حياة، ما في خطر على حياة، بشكل خطر على حياة المريض ولا بأي شكل من الأشكال، بنسب كتير خفيفة. الأمراض اللي يعني المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، أمراض خطيرة، ممكن يأثر عليهم. أما هو هلأ أكثر شيء عم نشوفه نحن من خلال الشيء اللي عم نشوفه، الدراسات اللي عم نشوفها والحالات اللي عم نتابعها، هو عم يكون بالأنف والبلعوم للوزتين فقط لا غير، نادرا ما يوصل للرئتين. هذا شيء بيطمئن، هذا ما في داعي انه المريض يدخل المشفى، فيخفف شوي من موضوع ازدحام المشافي او اشغال المشافي. لكن هو فيروس مثل انفلونزات، فيروسات الانفلونزا العاديه. الافضل بهيك حاله تقويه المناعه معالجته كفيروس عادي، مو اكثر من هيك. اما اللقاحات ما عم تساوي معه شيء، في عالم اخذ لقاحات جرعه وتنتين وثلاثه من سواء الصيني او الالماني او كل الانواع او حتى الفايزر الامريكي وانصابوا اوميكرون. طيب لكن الاصابه عم تيجي عباره عن اعراض، ارتفاع حراره بسيط مع الم بالعوم مو اكثر من هيك، شويه وهن بالعضلات، وهن بالجسم، شويه تعب، ما عم يصير معهم اعراض اكثر من. طيب دكتور علم، ما يتعلق في موضوع اللقاح او موضوع انه اعراضه اخف، البعض يقول انه هي اعراضه اخف بسبب انه خلينا نقول الغالبيه العظمى من الناس صارت ملقحه، وانه خفت الاعراض سببها تلقي اللقاح المسبق، يعني هو وان لم يمنع الاصابه لكنه يخفف من اعراضه. ما مدى صحه هذا؟ تمام. هلا اخر دراسات لمنظمه الصحه العالميه بتقول انه اللقاحات تبعيه الكورونا كوفيد 19 ما إلى علاقة وما عم تتصدى لحالات الأوميكرون. أكبر دليل أنه في عالم انصابت كتير وما أثر معه وعطى أعراض كتير كبيرة بموضوع الأوميكرون.
هو قوة هذا الفيروس انه قلت لك له طفرات 32 طفرة عم يدخل عم ينتشر، يعني بمعنى منظمة الصحة العالمية عم تقول انه يقتحم وينتشر، يعني هذا فيروس قوي شرس، لكن بالنهاية ما عنده هالقوة انه يؤذي، لانه بيمشي بمكان معين او باماكن معينة اللي هي البلعوم والانف اللوزتين، مو اكثر من هيك. طيب دكتور، ما هي أبرز يعني أعراض هذا الفيروس واختلافاته عن أعراض الكورونا العادي أو المتحورات السابقة من الكورونا؟ هلا مثله مثل اي فيروس، مثل الفيروس الانفلونزا، تعرف انت الانفلونزا اللي كنا نصاب فيها قبل الكورونا، هي عباره عن مرض فيروسي، يعني هي فيروسيه. فاول عرض لها هو ارتفاع الحراره، طبعا ارتفاع الحراره عم يكون شديد ضمن الحدود تقريبا اللي بتشبه كورونا، الم بالبلعوم، الام عضليه، وهن عام، مو اكثر من هيك، ما عم يصير اكثر من هيك. سمعنا عن أعراض إلى علاقة بالصوت، في هيك شيء إلى علاقة بس بالصوت أو إنه هلا اي اصابه بالبلعوم، بالحنجره، بالاوتار الصوتيه، بدها تغير شوي من الصوت، طبيعي هذا. إيه يعني طب احنا من قبل الكورونا كان انسان مثلا يصير معه انفلونزا، يجي مثلا فيروس للوزاته لبلعومه، يروح صوته، نقول له انبح صوتك او هيك شيء، هذا باللغه العاميه، فهذا شيء طبيعي، التهاب اوتار صوتيه. لا تمام دكتور، بس المقصود هل ممكن انه يكون في آثار دائمة لهذا الأمر ولا لسه ما في هيك، يعني ما في دراسات تثبت انه موضوع لحد الآن ما دائم؟ تسجل أي شيء لا دراسيا ولا منظمة الصحة العالمية أعلنت عن شيء. جميل، إذا معناتها الفيروس خلينا نقول شرس سريع الانتشار، لكنه كأعراض أخف من غيره. كسبل وقاية منه، غير موضوع خلينا نقول يعني زيادة المناعة بشكل عام، ماذا يمكن أن أفعل حتى لا أصاب به؟ ولأنه البعض كمان مجرد ما يسمع هذه الكلمات أنه هو أخف، خلاص حتى بيصير في استهتار بموضوع إجراءات الوقاية. لا هلا هو اخف تمام، لكن الالم بالاساس ما نو خفيف، يعني هو الم البلعوم بصير في الم كتير قوي. طبعا في حالات نحن شفناها سجلناها حول العالم عم يشكوا من الم بالبلعوم، عم يشكوا من ارتفاع الحراره، عم يشكوا من اعراض وهن عام، طبعا متعبه هي للجسم. نحن ما بنقول انه في خطر على الحياه، وبنفس الوقت ما بنقول انه امن، ممكن اذا في امراض تانية ممكن الانسان ما نو مكتشفها يتاثر فيها ويؤدي هذا الشيء لخطر بحياته. موضوع تعزيز المناعة، هلا المناعة إلى مصادر، ممكن طبيعي وممكن صناعي. الصناعي اللي هي حبوب فيتامين سي سواء فوار أو تابلت، الفيتامينات بشكل عام بتفيد هاي القصة. أما إذا طبيعي مثلا ممكن هلا الحمضيات بشكل عام، البرتقال، الليمون، الفليفلة الخضراء بتفيد هذا الموضوع، البقدونس فيه نسبة فيتامين سي كتير عالية، والغذاء الصحي بشكل عام، طبعا كتر شرب المي كمان كتير كويس لهذا الموضوع. دكتور، فيما يتعلق بموضوع يعني في هل هناك خلينا نقول احصائيات لنسب، يعني مثلا انه من مجموع المصابين بفيروس كورونا كم هي نسبة المصابين بأوميكرون؟ في احصائيات مثلا تشير لهذا الامر؟ لحد الآن منظمة الصحة العالمية ما أعطت هيك إحصائيات. استاذي الفيروس مكتشف بالشهر بنوفمبر 2021، يعني مضى على اكتشافه فقط 3 اشهر، فلسه ما في، حتى لو بدها تطلع دراسه هلا بصراحه حتكون دراسه مشكك فيها غير صحيحه، لانه ما في فيروس بيندرس خلال شهرين او 3 او 6 شهور، اقل شيء بده سنه لنعرف شو هو، شو طفراته، شو تحوله. جميل جدا. انا بس عم بدي اخذ فكره، يعني او بدنا نحن يعني في طوق معلومه، انت ذكرت موضوع انه اللقاح مثلا وفعاليته تجاه اوميكرون، البعض قد يظن انه هو اصلا خلص نحن كانه الكورونا خلص وصرنا هلا بس اوميكرون، باعتبار اللقاح ما بيفيد معه فبيوقف اللقاح. يعني ما بدنا ننسى انه المتحورات الاخرى موجوده ما زالت، يعني الناس تصاب باحد هذه وليس فقط هلا، يعني خلينا نقول نحن في طور الأوميكرون. استاذ الكريم، نحن الكورونا لسه ما خلصنا منها لنبلش بلقاحات جديده او لنعرف انه نتجت عطت نتيجه او لا. نحن لحد الان عم تجينا حالات ملقحين بلقاح الكورونا مره وتنتين وثلاثه وعم تنصاب بالكورونا. هلا الاعراض خفيفه تمام،
بس في عالم اعراض كبيره وعم تدخل المشفى. اكبر دليل في نسبه اشغال لحد الان، عم بحكي على مستوى تركيا، الان في نسبه اشغال بالعنايه المشدده من عالم ملقحين جرعه وجرعتين، ودخلوا العنايه المشدده ودخلوا المشافي في تركيا. صحيح دكتور. فلحد الان ما في اجبار، ما في الزاميه او ما في مصداقيه من لقاح الكورونا لحد هاي اللحظه، كونه في عالم صارت تنتشر العالم بين بعضها في وسائل التواصل الاجتماعي، صارت العالم تحكي فيها كثير، انه يا اخي فلان دخل المشفى العنايه المشدده، قرايبي اخي فلان فلان فلاني انه هذا اخذ جرعتين او ثلاثه من اللقاح. طيب ليش؟ على اساس انه الاعراض تكون خفيفه. طيب هذا دخل مشفى، دخل عنايه مشدده، في منهم فقدوا حياتهم بهذا الموضوع. بدون فنحن شك بدنا العالم تصدق هذا الشيء، تقدر تتقبل هذا الشيء. يعني انت ما تقدر تتقبل والله انه حدا من اقاربك اخذ ثلاث جرع كورونا وبعدين دخل عنايه مشدده وتوفى لا سمح الله. انت ما راح تقدر تقبل تقول شو هاللقاح هذا ليش اخذه؟ لحد الآن في عالم بتشكك بمصداقية اللقاح، يعني يعني ما حدا عرفان يعني شو هو بدون شك، لانه مثل ما تفضل الدكتور اللقاح الفيروس موجود فيه طفرات، فيه يعني لم يخضع للدراسة الكافية. لكن بالمقابل تمام. ايضا يعني وفق كثير من الاحصائيات اللي ذكرت على مثل ما قلنا على صعيد تركيا، ذكر ايضا وزير الصحة انه النسبة الاقل هي يعني من خلينا نقول الموجودين في المشفى او الذين يعني تعرضوا للوفاه، نسبته النسبه الكبرى منهم هم الذين لم يتلقوا اللقاح. نسبه الذين تلقوا اللقاح يعني وان كان مثل ما قلت ليس خلينا نقول وما في لقاح اصلا فاعليته 100%، لكن حسب يعني خلينا نقول تصريحات وزير الصحه انه النسبه الكبرى من الموجودين في المستشفيات او من الوفيات هي نسبه لم تتلقى اللقاح. استاذي النسبة الكبرى تمام، قديش تكون 70-80%؟ نعم. طيب شو مشان ال 20% هدول؟ مين بيستثني ال 20% من هدول العالم؟ فهي ما في شيء اسمه نسبة كبرى ونسبة صغرى. في شيء اسمه اللقاح ما عطى النتيجة اللي بدهم اياها او النتيجة المرجوة او مثل ما كان مهيأ له اعلاميا، انه هو لقاح خلاص انتهى، صار ممنوع تروح مولات، ممنوع تدخل مواقع حكومية، ممنوع 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 السفر بدون اللقاح هذا. طيب عم يعطي نفس النتائج في عالم. هون برجع بقول لك المناعة الذاتية اللي بالجسم هي اللي بتحدد هذا الشيء. في عالم بدون لقاحات قاومت المرض لحالة بشكل طبيعي وانصابت فيه مرة ثانية. أنا إجاني مرضى انصابوا بالكوفيد 3 مرات بدون أي لقاح بدون أي شيء. طبعا العرض أول مرة كانت أعراضهم كتير كبيرة، ثاني مرة أخف، ثالث مرة أخف، عبارة عن إنفلونزا عادية. يعني بسبب انه يعني حتى الاصابه العاديه ما عم تعطي اذا مناعه كامله. تماما تماما. دكتور البعض مثلا يقول انه الاوميكرون هو لقاح رباني، بمعنى انه سرعه انتشاره حتوصلنا الى مناعه المناعه الجمعيه او مناعه القطيع. البعض يقول انه هو قد يكون اخر المتحورات، بيرجع تصريحات انه لا يمكن ان يكون اخر المتحورات، لسه ممكن يصير فيه. اكيد يعني ما فينا نقول انه ما هو الصحيح، يعني ما فينا نجزم لسه بشيء، بس تعليقك على هذه الاقوال. اخي الكريم هلا في كثير دراسات، في كثير مقالات، في كثير السوشيال ميديا حكى كثير بهذا الموضوع، كل اللي ذكرتهم حكوا بالسوشيال ميديا، لكن احنا بالنهايه منظمه الصحه العالميه هي اللي بتقرر هذا الشيء، وهي اللي بتقول اي بيان بتطالعه منظمه الصحه العالميه نحن هذا اللي معه. اما غير هيك عباره عن راي اطباء احترامي للجميع، طبعا راي منظمات خاصه كمان احترامي للجميع، راي مصابين احترامي للجميع، لكن نحن بنهاية المرجع الأول والأخير لأنه هو منظمة الصحة العالمية. هو كما ذكرت هذا أمر كثير مهم، أنه يعني أنت عندما تتحدث بأي معلومة، عندما نتحدث بأي معلومة نحن نأخذ من مصدر، من مصادر، و يعني خلينا نقول إحصائيات عامة وما نعمم. أحيانا شخص واحد بيقول لك أنا أخذت هيك شربت ليمون طبت، في تجارب خاصة يجب أن لا تعمم، لأنه بتوقع الناس في الوهم وبتصير. أستاذ دكتور على موضوع خلينا نقول الوقاية وموضوع الكمامة وموضوع الكذا، الآن إلى أي مدى لازم نوليهم اهتمام؟ الناس ملت بصراحة وليست هذا الشيء اللي عم نشوفه للأسف.
يعني ليست كالبداية، كان البداية الواحد يعقم وكذا، فالآن شو بتعطي نصيحة للناس يعني رغم الملل ورغم التعب؟ هلا انا بقارن بين هلا وبين بدايه انتشار الكورونا. انتشار الكورونا العالم متعقم حاله، الماسك ما تشلحه او كذا، وهي القصه. هلا بطلع بمشي بالشارع، الموضوع الماسك يعني صار شيء اقل من ثانوي، مو ثانوي، اقل من ثانوي، يعني صار ملزم بالمولات بمحلات معينه، هن اللي بيطلبوا منك تحط الماسك، حتى في عالم بتحطه، بتحط نص الماسك ما بتحطه كله. فموضوع انه الماسك صار العالم مليت منه بصراحة، وصلنا لمرحلة ملل. يعني هذا الموظف اللي عم يروح على دائرته أو على شغله على دوامه 10 أو 12 ساعة باليوم لابس الماسك، هذا أكيد طلع بده مثل ما يقولوا يتنفس الصعداء ليشلح الماسك تبعه. فموضوع الوقاية، لا أنا بنصح بالماسك، بنصح بالمسافة، طبعا ترك مسافة، يعني النظافة، تغسيل الإيدين، تعقيم بشكل كامل، كله هذا فينا نستفيد منه بهذا. الدكتور، موضوع التهوية قديش مهم، موضوع نحافظ على موضوع التهوية، الأماكن المغلقة كيف نتعامل معها؟ الأساسي موضوع التهوية هذا مو بس للأوميكرون، مو بس للكورونا، لكثير أمراض بتحمي من كثير أمراض. طبعا تغيير الهواء هذا، إنه إحنا صغار قبل الطب وقبل كل شيء كنا نتعلم بالمدرسة تغيير هواء البيت، إنه هواء نظيف وأكسجين نظيف، طبعا هذا شيء ضروري لكل الأمراض، سواء الأمراض التنفسية، الأمراض الجلدية، للمناعة، للنقص الفيتامينات، كلها الهواء النظيف طبعا هذا شيء ضروري. دكتور علاء، نحن الآن يعني ذكرت أنت أنه في تشابه كبير في الأعراض الإنفلونزا والأوميكرون. نحن كأشخاص مثلا في الشتاء، والإنفلونزا أصلا يعني طبيعي الواحد متعود، يعني متى أنا فيني أعرف وأعتبر أنه معي كورونا أوميكرون مثلا ولازم أني أحجر حالي أو أخذ وقاية معينة، وأنه ولا هذا قريب عادي وخلاص، يعني كيف بدي اتعامل معه بشكل تمام؟ للتمييز بين الكورونا وبين الانفلونزا العاديه. هلا بالنسبه للاوميكرون بالذات، هو عباره عن الم بالبلعوم، ارتفاع حراره شديد جدا، ما هذه الحراره ما بترتفع بحالات الانفلونزا العاديه. يعني الانفلونزا تبعيت الحراره تبعت الانفلونزا هي حراره متقطعه، فينا نقول متفاوته، بتروح وبترجع. أما الأوميكرون الفيروس هذا عم يعطي حرارة مستمرة بشكل دائم، حتى غير مستجيبة على خفضات الحرارة إلا بكميات كبيرة. يعني هلا بتلاقي مثلا الإنسان البالغ بياخذ حبة باراسيتامول 500 ميلي جرام، بحالات الإنفلونزا العادية تنزل حرارته بشكل طبيعي وترجع أموره طبيعية. هون عم نضطر نعطي 1000 ميلي جرام أو 1500 ميلي جرام لشوي تخف الحرارة وما عم تروح بشكل كامل. ألم بالبلعوم، وهن عام بالعضلات، طبعا هي التعب المستمر، جفاف الفم، جفاف المخاطية، بتلاقي ما في سيلان بالأنف، سعال، ممكن إذا وصل لمرحلة السعال السعال يكون جاف. هاي الأعراض اللي بتميزه عن الإنفلونزا العادية. إذا أبرز شيء خلينا نقول الحرارة، ارتفاع حرارة ضخم، وموضوع الجفاف يعني المخاطية جفاف، يعني حتى إذا سعال يكون جاف. الله يا رب هيك نتمنى الشفاء للجميع، و هيك الله يا رب يعني يبعد عنا وعنكم الأمراض. دكتور، إذا من كلمة أخيرة في آخر دقيقة هيك بتحب توجه نصيحة لمن يسمعنا. أخي، ما في جسم مثل جسم بالنهاية، كل إنسان له مناعة، له قوة للتحمل. فأنا بنصح الناس، يا أخي إذا أنت عم تطلع لبرات بيتك، عندك أخ كبير بالعمر بالبيت، عندك أب، عندك أم، عندك حدا جسمه ما بيتحمل، في أمراض مزمنة عندك بالبيت، حاول أوقي نفسك مشان توقي عيلتك. يعني البس كمامتك، حاول التعقيم، النظافة، تغسيل الإيدين أول ما بتفوت على البيت، قوي مناعتك، فيتامين سي، هلأ موسم في عندك الليمون، الحمضيات، كذا، هي القصة بالشتاء بيقدر الواحد بيتغذى عليها بشكل كويس بيقوي مناعته. أما موضوع يا أخي، أنت كشاب ما عندك مشكلة، أنت كصبية ما عندك مشكلة تطلعي، حتى لو انصبتي رح تكون الأعراض خفيفة، لكن أمك أبوك بالبيت إذا حدا عنده أمراض مزمنة، أمراض ضربوا، هدول رح يتأثروا ورح يدفعوا الثمن كتير كبير. جميل جدا، إذا ما نفكر بس بأنفسنا نفكر بالآخرين الذين نختلط بهم من أهلنا وأحبابنا. الله يسعدك دكتور علاء، والله يجزيك خير على هذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله تضلوا دائما بصحة وعافية يا رب.
الله يسلمك الله يسلمك. الله يكرمك. وهكذا أحبائي المتابعين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، متمنين السلامة والشفاء والعافية لكل المرضى، ومؤكدين مرة أخرى على كل إجراءات الوقاية، على أمل إن شاء الله أن نضلوا دائما بخير. نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة، وصباحكم مسك. صباحك مسك، صباحك عنبر، وورد وفل وقطعة سكر، وكأس من الشاي حلو لذيذ، بنعناع أرض بلادي معطر. صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكاب، صباح برائحة الهاء تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول ينساب عشقا، سميت وجبن وخبز محمى، صباح بطعم جديد لدينا، لكم فيه ما تشتهون وأكثر.